أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. تطوير والصحة السجنية وتحسين الخدمات المزداة للمدعين والأعوان محور جلسة عمل بين وزير الصحة ووزيرة العدل. وتونس تدين حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد. وتعزيز العلاقات بين تونس وليبيا واكتشاف أفاق جديدة للتعاون أبرز محاور لقاء الجرندي بالمنفي. وفي تفاصيل، أشرف بعد ظهر اليوم كل من وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الصحة علي مرابط على جلسة عمل حضرها رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة ومجموعة من إطارات الوزارتين، وخصصت للتباحث حول عدد من المسائل ذات العلاقة بأولوية تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها، حيث تم التطرق إلى مسألة تعذر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبية بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة. وقد تقرر إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمداعين تحت طائرة قرارات الإيواء الوجوبية، وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المداعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب، وتفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص، إلى جانب الشروع في إعداد تصور لإحداث وحدة صحية خاصة تحتوي على قسم أو جناح مختص في الطب النفسي، مع سعي وزارة الصحة لوضع الإطار الطبي اللازم على ذمة وزارة العدل، وذلك لتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للمدعين. وفي خصوص مسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبية بالمؤسسات السجنية والإصلاحية وظروف عملهم وتأجيرهم، تم التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد الحلول في أقرب الأجال لتجاوز هذه الصعوبات والعمل على تمتيع الإطار الطبي وشبه الطبي التابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح بنفس المنح الخصوصية المسندة لأعوان التابعين لوزارة الصحة. كما تناولت الجلسة بالمتابعة مبادرة وزارة العدل بإحداث مركز استشفائي خاص بالمدعين بسجن الرابطة، وتم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان قانونية وتقنية لمتابعة المشروع المذكور وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسيره، وذلك بغاية مزيد النهوض بالصحة السجنية. في موضوع آخر، دان تونس استقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بالمملكة السويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها مساء اليوم أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير، وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان والتحريض على العنف والكراهية. كما حذرت من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، ودعت وزارة الشؤون الخارجية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وجاء ذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع العربي التشاوري المعقد بطرابلس. وقد بين المنفي حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع تونس واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يساهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الكاملة. من جانبه، ثمن الجرندي الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي ترجمتها الزيارات رافعة المستوى بين مسؤولي البلدين وعقد لجان قطاعية والحرص المشترك على الرفع من نسق التعاون الثنائي. ناشدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط نقابة التعليم الثانوي وجميع المتدخلين في الشأن التربوي الجلوس إلى طاولة الحوار وحل الوضع الذي وصفته بالكارثية ويكرر شكلا من أشكال الجريمة المنظمة في حق التلاميذ، وذلك على خلفية حجب أعداد الثلاثي الأول. وهددت المنظمة بالتوجه إلى القضاء للمطالبة بإيقاف ما وصفته بالمهزلة والعمل على التصدي لها بكل الطرق الشرعية، محذرة من خطر ما تلوح به جامعة التعليم الثانوي بمقاطعة امتحانات الثلاث الثاني، وهو ما يؤشر حسب تقديرها في الدخول في سنة بيضاء ستكون نتائجها وخيمة على الجميع.
في أخبار العالم، كشفت الشركة الجزائرية للمحروقات سونيتراك عن مذكرة تفاهم وقعتها الاثنين مع مجموعة إيني الإيطالية تتضمن مد خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز والهيدروجين والكهرباء وفق ما ذكرته سونيتراك في بيان لها. وأوضح البيان أن مذكرة النوايا الاستراتيجية تهدف إلى تحديد أفضل الخيارات لزيادة صادرات الجزائر من الطاقة نحو أوروبا بغرض ضمان أمن الطاقة مع التركيز على دعم انتقاله المستدام. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تطوير الصحة السجنية وتحسين الخدمات المزداة للمدعين والأعوان محور جلسة عمل بين وزير الصحة ووزيرة العدل. وتونس تدين حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد. وتعزيز العلاقات بين تونس وليبيا واكتشاف أفاق جديدة للتعاون أبرز محاور لقاء الجرندي بالمنفي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.